عدم تجديد أغلب طلبة لبطاقة النقل الجامعي وضع مديرية الخدمات الجامعية في مشكل بسبب نقص الحافلات. فرغم نقص الإمكانيات إلا أن القائمين على المطعم الجامعي يرفعون تحديات كبيرة، خاصة ما تعلق بنظافة المطعم دوريا. نعم، المزيد مع عاصم بخاري. اي طالب لازم له الرقابه ولازم له التوجيه ولازم له الارشاد. كاينين طلبه هنايا مازالوا ما مش عارفين وين يقرا وين يروح وكيفاه البروغرام تاعو كيفاه راه يمشي. لازم توجهه الطالب، ما يعرفش غير هكا. القانون الداخلي لازم التوجيه تاع الطالب، البيداغوجيه تقلب كلش. النقل هذا مشكل عويص، لازم الطلبه يتفاهموا لهذا المشكل ولازم كاع عليهم يديروا لي كارت. بويش اي كار كيجي تشكيل مصلحه النقل، اي كار ما مش رايحين يجيبوه الا ما خدمتش بطاقه النقل، وما مش رايحين يعرفوك باللي راك تقرا هنا. احنا رانا نديروا كل المجهودات اللي نطقوا عليها، واش ان نكثروا في لي روتاسيون هذو في الدورات تاع الحافلات. لحد الساعه عندنا 42 بيس موزعينهم على 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 حساب الخطوط اللي عندنا. تحدي صعب خاصه في عدد الوجبات، لانه تتجاوز 2000 3000 عندنا يومي صعوبه كبيره بزاف. باسكو حنا يوميا نخدموا هذا العدد الكبير من الوجبه هذه، ولكن حنا رانا في خدمه الطالب، الحرص على باش ياكل مليح وعلى النظافه ولا اي حاجه.